اوكي. الان بعد ما كملنا الباندل دايمتر، الان الشيل دايمتر. شيل دايمتر خلي يصير عندك ايماجينري. شنو الشيل دايمتر؟ شوفه هذا اللي هو ذس وان هنا لهنا. اوكي شيل دايمتر خلينا نقرا شوف شنو. Now we need to find shell diameter, but first, reduction. We want to know the clearance. إيش قد الفراغ between shell and shell and bundle tubes. شوف هاي البندلز منا لهنا البندلز. هذا الفراغ إيش قد الكليرينس؟ Okay. لازم نعرفه. زين. Hence, from figure two, هذا الفيجر two, we will be used in this purpose. راح نستخدم هذا. يطلع لنا من يمه الشيل دايمتر. خلينا نشوف الفيجر شوي. شوف هذا الفيجر. اول شيء هذا الباندل دايمتر، احنا الباندل دايمتر طلعناها تقريبا 82. حلو زين. وهذا منا شنو؟ شوف لي الواي اكسس. الواي اكسس يقول الشيل انسايد دايمتر. شيل انسايد اي هو هذا اللي بده دي شيل، والباندل دايمتر دي باندل. اوكي ماينس دير بالك. اذا هذا الواي اكسس يعطيني الشيل دايمتر ماينس الباندل، يعني يعطيني شنو؟ الكليرنس. حلو جود. يعني الرقم اللي يطلع يمثل لي الفرق بين الشيل والباندل. زين بس اباو اكو شنو لاينات، واكو هنا فيكس اند يوتيوب، واكو اوتسايد باكت هيد، واكو سبلت رينك، واكو بول ثرو فلوتنج هيد. هاي شنو؟ هذا هذني يمثلن انواع الشيل اند تيوب. أم هو مو بس نوع واحد من الشيل اند تيوب حسب المقدمه والمؤخره مال الهيت اكسشنجر. اذا فلوتنج لو سبلت. هسه اشوفكم الاشكال. فاحنا بالديزاين مالتي وي فيرست نيد تو تشوز ذا تايب اوف شيل اند تيوب هيت اكسشنجر. ذيرفور ان ذيس ديزاين اختارنا السبلت رينج، يعني الجزء الهيد مال الهيت اكسشنجر سبلت يقدر يعني يتفسخ وتطلع الشلايه وحدها. A floating head type has been selected. Okay. فاجينا عندنا الدايمتر مال الباند اللي هو 82 واختاريت السبلت، فاجينا سقطنا هنا بالضبط، سقطنا طلعنا الكليرنس. اوكي بس يوضح هاي الاشكال اللي اقول لكم عليه. شوف هنا مثلا هذا الهيد يعني المقدمه مال الهيت اكسشنجر، هذا مثلا الرير الخلف مالته مثلا. شوف هذا النوع يسمونه فلوتنج. اوكي واضح. اكو سبلت. خلينا نشوف التيوبلر اكسشنجر مانيفاكتشر اسوسيشن التيما، هذول اللي هم منظمه ومسؤوله يعني وعلى الديزاينات مال الهيت اكسشنجر، انه هاز كلاسيفايد صنفت الشيل اند تيوب هيت اكسشنجر تايبس that describe them based شنو الفرونت صنفون بس طبقا انه الفرونت اند ستاشنري هيد تايب. اذا مثلا المقدمه مالته ثابته يعني ما تنفتح، والشيل تايب اند رير اند تايبس المقدمه والمؤخره مالته ممكن تفتح او لا تكون كونكتد يعني. بس فاحنا من الفيجر الثاني اختارين انه وسقطت طلعنا شنو؟ الكليرنس 68. الكريميوس شو يساوي لنا؟ الشيل انسايد دايمتر ناقصا الباندل دايمتر. نجي فالكليرنس نعوضه، الشيل انسايد دايمتر انا اريده، الباندل يعني علامه استفهام الباندل انا مطلعها، فاذا طلع لي الرقم 89.1. ميك سنس لان هو دائما الدي شيل الديشيل فيري كلوز من الدي باندل، مجرد اكو كليرنس بيناتهم يعني فراغ كلش قليل بيناتهم. اوكي فعندنا كان ذاك الباندل دايمتر كان قد 800 يعني 82.3 وهذا عندنا طلع لنا 89. اوكي فيري كلوز جود. هذا النوع اللي احنا اختاريناه. جاي شوف شوف هذا الرير الريل مالته شنو؟ يعني الخلف مالته فلوتنج 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 يعني لايك بينحنى، لكن الهيد مالته هذا شنو؟ هذا سبلت يعني ممكن ينفصل ما له علاقه بالشيل. اوكي فهذا النوع اللي احنا اختارينه. جود. فاذا لحد الان عرفنا مساحه انتقال الحراره، عرفنا الدايمتر احنا اختارين اختارين اللينك، وات ايلس وات انفورميشن وي هاف.
عرفنا شلون رتبناها تريانجل اوكي وات ايلس عرفنا الدي باندل والدي شيل جود الان يعني تقريبا احنا صممنا بس كل التصميم مالتنا بيس اون شنو اسامبشن فرضيه فرضنا انه اليو 600 من يقول الفرضيه صحيحه يو هاف تو تشيك شلون تشيك نحسب يو جديده اليو الجديده طبعا نستخدم قانوننا اللي اخذناه بالهيت ترانسفير الأفر أول بس مبني على المساحة الخارجية هاي المقاومة الداخلية مقاومة الجدار مقاومة خارجية بس هذين الشغلتين جدد أنتم ما كانت عندكم شنو هذين الشغلتين هذا معامل ترسبات مقاومة اللي تسبب بسبب الترسبات تصير على الطبقة الخارجية للتيوب وهذا الاف اي أيضا مقاومة مال الترسبات لما تصير على الطبقة الداخلية للأنبوب يعني عندنا ترسبات داخلية وخارجية فF نوت وF I هذا الشيء جدد لازم أكو جدول خاص نطلع من يمه معامل الترسبات زين حتى نحسب اليو لازم أعرف الـHI قد الـHI لازم أحسبه أوكي لازم أحسبه أوكي جود زين اول شيء حتى نحسبه طبعا اكو هنا عندنا لين هو سنجل فيس عرفنا احنا تدرون داخل انا من تدخل عندنا داخل بريكش ووتر اوكي فاكو معادلات امبيريكال اكويجن طبعا راح نستخدم معادله امبيريكال اللي هي نصت نمبر 123 نود نمبر في برانتر طبعا هاي المعادله تشتغل لما تكون عندك اول شيء سنجل فيس خلي بالك وتيربلنت فلو وهاي المعادله اسمها ديز والتر اكويجن اوكي زين انت اراد لك رينود نمبر رينود نمبر يعني معناته عندك لازم تحسب السرعه السرعه شلون احسبها نجي الاندوت مال الوتر احنا عندنا بس الاندوت هسه ان الرو في اليو في الكروس سكشن اري حتى طلع اليو زين رو في اليو في الكروس سكشن اري باي على 4 في الدي اي تربيع فضربها في ان هاي شغله جديده وات از ذس ان مينز and small and small a number of tube per bus مو احنا عندنا تجد باصين تجد عدد الانابيب بالباص الوحده يعني هذا شوف هسه عندك احنا النص تجد عدد الانابيب بالباص هاي عندك هذا باص وهذا فوق باص فهنا تجد عدد الانابيب and small شلون نحسبه هذا نجي ان كابيتال عدد الانابيب الكلي يساوي ان النمبر اوف تيوبس بير باص في النمبر اوف باصز كم باص عندي انا اثنين فايش قد عندي الانبوب 910 انبوب في ان سمول في اثنين معناته عندي 455 تيوب بالباصاي الوحده نعم اوكي وعندي 400 وبقيه بهذا الباص الاخر هاي فيري امبورتنت دونت فورجيت ذات اوكي زين فجينا عوضنا الارقام اوكي طلعت لي السرعه قلت اقدر اطلع رينود نمبر باوع لي رينود نمبر ايش طلع لي التيربنت اذا من حقي استخدم المعادله مالتي برانتن نمبر للزوجه في السي بي دير بالك يا كي الكي مال الووتر مو الكي مال الوول مو الكي مال ميثانول يعني جاي تحسب انت للووتر قلت فنجي نطبق المعادلة نصت نمبر في نود من نصلت عندك ال HI في ال DI على ال K ال K مال الوتر إذن حسبت ال HI باوع لي ال HI شبيه 3761 طبعا forcing convention عندنا أوكي دير بالك هاي المعادلة استخدمناها كان single phase turbulence اللي حق استخدم هاي المعادلة الامبيريكال بعض الطلاب احتمال يصير عندهم condensation أو boiling ما يصير يستخدم هاي المعادله اكو معادلات خاصه بالكونديسيشن يروح يستخدم موجودات فوليوم 6 اوكي جود الحمد لله كانت فيري ايزي قدرنا نحسب شنو الاتش اي زين الاتش اوت شلون الاتش اوت ديفرنت ستوري اوكي هذا امبورتنت الاتش اوت الفلو يختلف مساحه الجريان صاعده ونازله هاي فيري امبورتنت خلينا نطب ديب بالموضوع Now we need to find shell side heat transfer latch out. Shell side. بجهة الشيل. إيش قد الاتش اوت؟ زين. Before
that قبل ما نبدي we need to calculate the buffalo spacing. لازم أعرف المسافة مع buffalo spacing. زين هسه buffalo spacing شنو والbuffalo شنو؟ هنفتهم buffalo شنو؟ buffalo هاي buffalo. هذا قبل ما تخلي الأنابيب هذين البفلات شوف هسه هاي دائرة ماخذينها ربع كات نرجع دائرة ربع وهكذا دائرة واحدة عكس الله وهذين الفتحات مال الأنابيب يعني بعدين نجي شنو نملي هذين الفتحات بالأنابيب شنو وظيفة البفلز هاي very very important البفلز are using usually بفلز are usually installed to increase the convection coefficient الزيد لي من تنصبهن الزيد لي شنو الهيت ترانسفير بالجهة الشيل شون زايده ليش لان انت شنو الفلو راح شي يصير عندي الفلو يجي منا يصعد منا يجي منا يصعد منا like this يصعد ينزل يصعد سوى سوى تيربلنس اضطراب بالماء وزيد وزيد السرعه فمعناته شنو من زادت السرعه زاد رينولد نمبر زاد نصت نمبر زاد الاتش معامل انتقال الحرارة. اوكي جود. هاي الوظيفة الأولى مالته. زين. الوظيفة الثانية شنو للبفل؟ البفل فيزيكلي هي شنو سبورت التيوبس. يعني هي تلزم لازم الأنابيب. ما أقدر أصمم مبادل حرارة إذا ما عندي بفلات. الوظيفة الثانية هي سبورت التيوبس. بعد شنو الوظيفة الأخ؟ ريديوس الفلو ريديوس فابريشن. مو عندك الفلو من يجي راح يسوي شنو فابريشن اهتزاز. فخلي البفلات فبالتالي اقلل الفابريشن زين هسه افتهمنا شنو وظيفه البفلز هسه نعرف بفل سبيسنج شنو بفل سبيسنج المسافه منا لهنا ايش قد تخلي منا لهنا ايش قد تخلي واضح يعني هاي بفل ايش قد منا لهنا المسافه اوكي مثلا منا لهنا ايش قد المسافه منا لهنا ايش قد منا لهنا ايش قد المسافه اوكي وهاي كلير طبعا او منا لهنا ايش قد المسافه فيري كلير اوكي هاي البفل سبيس زين the buffalo spacing are used range من 0.2 إلى 1 times shell diameter هذا هو تريد تعرف buffalo spacing مجرد تقول يعني ال LB buffalo spacing تقول من 0.2 إلى 1 تقدر الترنج تضربها بمين من بالدي شيل احنا عرفنا shell diameter عرفنا زين إذا خليت هنا شوية تبي close buffalo إذا قربت طبعا هذا منا لهنا هذا buffalo space منا لهنا buffalo space إذا close buffalo قربت وحدة على الأخ يعني مو هاي مو خليت هالوحدة وجبت هالوحدة منا قربتها المسافة هاي will give you higher heat transfer راح تعطيك اتش عالي لكن شنو بط expense هاربر راح تسبب لك برجر دروب كلش عالي فأنت دير بالك هاي ثبتها خاف يطلع لك برجر دروب جهة الشيل عالي أزيد من 10 بي اس اي ترجع شو تسوي؟ تكبر السبيس تبعد راح شنو؟ يقل عندك البرجر دروب ويقل عندك الاتش اوكي هاي فيري امبورتنت زين هاي افتهمناها زين ذا اوبتيموم سبيسينج الاوبتيموم المثالي هو يجولي من 0.3 الى 0.5 بالدي شيل ممكن تختار زين اوكي فجينا طبقنا القانون البوفل سبيسنج اللي هو 0.2 في الديشيل هذا ال 0.2 وعدنا الديشيل حسبناه طلعتنا المسافة 178 ملم يعني تقريب بين بوفلاي وبوفلاي 18 سنتي اوكي زين البوفلايات هذني هذا طبعا مكان الأنابيب تكون مقطوعة يعني دائرة مسوي كات 125 او مرات نصها حتى يمر الفلو منها اوكي حتى يفوت الفلو منها جود زين عرفنا البفل سبيسنج هسه اريد احسب مساحه الجريان فمساحه الجريان من هذا القانون اللي هو البي البيتش ناقصا الاوت سايد دايمتر الديشيل البفل سبيسنج على اوكي زين طبعا هذا البيتش تعاريف الهن البيتش والتيوب هاي كلها تكلمنا عليها التيوب بيتش هو قلنا 1.25 طلعناه عوضنا بالمعادله طلعتني مساحة شنو؟ مساحة الجريان جهة الشيل. حلو. عندي مساحة الجريان اطلع الماس فيلوسيتي، الماس فيلوسيتي مو عندك الفلوريت مال الميثانول اللي هو 100,000 قسم على 3600 وقسم على مساحة الجريان يعني الام دوت على مساحة طلعت لي شنو؟
الماس فيلوسيتي وحداته كيلوغرام سكند متر سكوير. جود زين. تدير بالك هنا حتى تطلع رينود نبار اذا عندك شنو الدايميتر. زين الدايميتر بجهه الشيل، الدايميتر وينه؟ لازم الدايميتر مو مال الشيل، دايميتر مال مساحه الجريان، يعني اكو دي كوفلنت مكافئ له. زين ناو وي نيد تو كالكوليت الشيل سايد كوفلنت دايميتر، خلي خط على بين قوسين الهيدروليك دايميتر فور اكولاترال ترينجل بيتش ارنجمنت. زين شلون؟ لان احنا مو رتبنا ترينجل بيتش. زين الجريان وين؟ بس بهاي المسافه المظلله، شوفها هاي المسافه المظلله فقط منا يمشي الفلو، الفلو اللي انا بجهه الشيل. فلازم اعرف الدايميتر لهاي المسافه الديكوفلنت، فالديكوفلنت هاي المعادله مالته. طبعا اذا عندك سكوير يختلف، بس لين ترينجل هاي المعادله. اوكي فتعتمد كلها على البيتش وعلى الاوت دايميتر. فحسبنا طلعنا الديكوفلنت. من الديكوفلنت اقدر احسب شنو؟ رينولد نمبر، لان رينولد نمبر يعتمد على الماس فيلوسيتي في الديكوفلنت على اللزوجه مال من؟ مال ميثانول. لا تنسى طلع لي ايش قد؟ 36,252. اقدر اطلع البرانتل هنا، برانتل بي كيرفول الكي هاي مال ميثانول. اوكي جود. Let us stop here and then we'll complete. So,